لافي زعما انايا يكون فيه الرجوله، لحقاش بحال دابا الخدمه راه كلشي خدام، راكو خدام على راسي يعني فلوس عندي، ومن ناحيه الزين راه كيوصل لواحد لاجره ما كيبقاش، دونك الرجوله هي اللي بالنسبه لي انا خصها تكون فيه. ملي كانت عندي 14 عام كنت كنبغيت الزين وكنت باغا الحب، فعلا كنت باغا الحب، باغا انسان يبغيني ونبغيه، ولكن دابا باش درت 27 عام ما بقيت باغا لا حب لا والو، باغا انسان يكون راجل ويا ربي غير يقد بيا. جو بونس كو رجوله كلشي غيقول اه لا المال، ولكن المال الا ما عرفش يجري راسو راه كيمشي، والزين كيدبل شندير به انا الا كان زوين وما كيحترمنيش وما مرجلش غنديرو في فيترينا ولا يمشي يشوف راسو في المرايه. مي انا زعما الزين والمال جو بونس با. المواصفات اللي كنبغي في الراجل هي الزين والرجوله صافي. المواصفات اللي كنبغي في الراجل اكيد هي الرجوله، احترام، تقدير، وهادي كنظن اي بنت غتبغي هادشي في الراجل. ما كيهمني انا لا زين لا مال حتى حاجه، كيهمني هي يكون يموت معايا وصافي. هي هذيك زعما يكون الا بغاك يبغيك من قلبه ماشي يبغيك على اساس شي حاجه اخرى. وعلى ذكر السفاره انا راه باغا كراطه ما باغا السفاره. الرجوله حيتاش فيها بزاف ديال الحوايج، فيها الاحترام، فيها التقدير، فيها الا احتاجيتي واش غتلقى ولا ما غتلقاش. اما داكشي الاخر زعما تقدر اون بو سون باسي الا كانت رجوله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.